كان الراحل ميشيل هتفرق مع الهلال قوي في عمليه التهديف. والناحيه الثانيه سالم الدوسري، هتقول لي يا كابتن انت بتبرر لنا ايه؟ ببرر لك ان انت تمك ازاحك من فريق كبير، وببرر لك ان ده اللي كان متوقع. اكتساح الهلال للشرطه العراقي للاسف كان متوقع. الفروق الفنيه واسعه قوي يا معلم، خلينا نكون صريح معاك، الفروق الفنيه واسعه قوي ما بين الهلال وما بين الشرطه العراقي. الناس عماله تتكلم على قمه قمه قمه، تمام العراق عندها تاريخ كبير في عالم كره القدم، ولكن السعوديه حاليا عندها فرق جودتها اعلى من اي حد في اسيا، وخلينا نكون متفقين مع بعض في الحته دي، جوده المحترفين بتاع الفرق السعوديه اكبر من اي فريق حاليا في اسيا كلها. فانت وانت بتتكلم شويه عن مباراه الهلال والشرطه العراقي فلازم تقول ان الشرطه عمل مباراه جيده. الشرطه مباراه جيده دي كان ممكن يخسر اكتر من كده؟ اه والله كان ممكن يخسر اكتر من كده عادي يا صديقي العزيز. الهلال في اول 10 دقائق راح مسجل هدف، اللي هو الهدف البدري ده بتاع ماركوس ليوناردو، اللي هو احنا يعني بنضيعك نفسيا ونقولك ان انت مش هتقدر ان انت تنافسنا. نسكت على كده؟ لا، هنخلص عليك بالهدف الثاني عن طريق متروفيتش من عرضيه جميله من رينالدو دي. بس الصراحه كان نفسي الكره بتاعت سافيتش هي اللي تيجي ما تردش كده وتيجي من وتيجي لماركوس ليوناردو وتسجلها. كان نفسي الاسيست بتاع متروفيتش يبقى عظمه بصراحه. متروفيتش عملها حلوه قوي لسافيتش، والكره صدها حارس المرمى احمد الصالح او احمد باسل. احمد صلاح ده المدرب. احمد الباسل صدها علشان خاطر يسجل الهلال الهدف الاول بعد الكره ما توصل لماركوس ليوناردو. وبعد كده زي ما قلت لك متروفيتش بيسجل الهدف الثاني، والحمد لله يعني بنبدا نشوف يعني